اولا بعزي اهلنا بغزه، غزه العزه، غزه الصمود. اللهم اشفي جرحانا. طبعا احنا كل الكرامات اللي قاعدين بنشوفها بفضل المقاومه اللافت في كل ليله ونحن نستقبل ابنائنا الاسرى، ليس مجرد يعني او ليس تجمع لاظهار البهجه بقدر ما هو يعني لتظهير وابراز دلالات ومعاني هذه الصفقه التي تتم تحت النار وفي خضم حرب، وبعد ان قال قاده اسرائيل وفي مقدمتهم نتنياهو ما قالوه، وبعد ان اطلقوا كل التهديدات الممكنة وغير الممكنة في نهاية المطاف. هذا تعبير عن انتصار الإرادة. الحمد لله رب العالمين، بس الحمد لله رب العالمين، ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين. كيف الوضع كان جوا؟ سيء لدرجة، اللي بسجن جلبوع واللي بسجن نفحة واللي بسجن رموين بيعرف شو الوضع. ضرب تكسير 24 ساعة على العدد، كل عدد 3 مرات باليوم فوت بضربه بسبه بهين بيعمل أي شيء اللي يخليك مكسور. والله وضع الأسرة صعب كثير، والله صعب حياتهم، يعني صعبة بقدرش كل شيء أعبر، بس حياتهم صعبة كثير كثير والله. شو بتحكوا لأهل غزة اليوم؟ الله يرحم شهدائهم وإن شاء الله ربنا ينصرهم على اعدائهم ان شاء الله. موعد ام الحاج من اريحة قريب عن السلطان، الله يسلمكم. كيف الوضع جوا؟ والله الوضع مأساوي جوا، فيش اشي، فيش عنا ولا اشي، ولا اشي، اكل فيش شيء.